حبيب مساك الله بالخير، كيف الامور؟ ما يحتاج تسوي شل. ليش؟ ما ارفق. لا الامور طيبة. الامور طيبة؟ لا هو المقصد انك انت تنقل الشيء اللي شفته بشكل طبعاً. صحيح علشان اللي يجي يكون عامل حسابه. ما انا ما ارضى اي عماني يجي يتلدح. صحيح صحيح. اهل العراق، اهل البصرة، اهل طيب، احترام، اخلاق، صحيح. ما عليهم زود، ولكن الانسان لابد ان يؤمن نفسه. صح. قبل لا يوصل، من يؤمن نفسه خلاص. واهم شيء في السفر السكن. بس توفر سكن بترتاح. بس تسافر لمكان وسكن ما متوفر. انتم اعطونا واحد من العراق من البصره يقول انا اتكفل بسكن العمانيه، بنحط رقبه، كل واحد يتصل فيه قبل لا يسافر. هذا افضل حاجه. يعني الواحد قبل لا يسافر يكون متاكد انه عنده مكان، مكان الاقامه. هذا بقصد اخونا محمد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.